هو فين؟ هو مين؟ هو انتوا عايش معاكم حد في البيت ده غيره؟ نبيل باشا؟ هو فين؟ شال مكتبه حضرتك. في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ بقى مش عارفه في ايه؟ معقوله البيه ما بلغكيش باخر انجازاته؟ انا ما شفتش غير عثمان غير وهو راجع بجميل، والبنت مفطوره من العياط. انا حتى ما اعرفش هو جابها ازاي ومنين. انت يا حبيبتي مش قلتي انك هتعدي عليها في الحضانه وتاخديها وتخرجوا؟ ما احنا فعلا خرجنا، وهو كان قاصد يسيبنا نخرج لحد ما ينفذ خطته هو والتعبان اللي معاه. بس وحياه جميله اللي ما يعرفش غلاوتها عندي ما هعديها لك. استني بس يا شهد. ماما ده حساب بيني انا وهو بس. متهيألي دلوقتي تقدر ترتاح. خلاص الموضوع اتقفل وخلصنا من اكرم للابد. نتكلم بالليل. ماشي. إيه؟ سلام. خلاص قدمت التقرير بتاعك لسيدك؟ طيب اتفضل انت يا استاذ عثمان. اقعد يا شهد. انا مش جاي هنا اقعد معاك، انا جاي اعرفك على الرولز بتاعت الفتره اللي جايه. طيب اقعدي وقولي كل اللي انت عايزاه. Unbelievable. لسه قادر تفكر وتخطط وتكسر في قلوب الناس اللي حواليك. وطبعا اللي زيك ممكن يلاقي لنفسه ألف مبرر عشان يقنع نفسه ان اللي بيعمله ده صح. بس يا ترى انت بجد مصدق ان اللي بتعمله ده حب واهتمام؟ انا عارفه على فكره انت بتعمل كده ليه مع اكرم وجميله، عشان انت فشلت انك تكون اب. وطبعا اللي زيك صعبه قوي انه يشوف اب زي اكرم روحه في بنته ولا بنت روحها في ابوها. بس احب ابشرك، جميله هتطلع زيي بالظبط، هتكرهك لانك برضو حرمتها من دنيتها اللي هي عايزه تعيشها. وانا مش هسيبك ولا هسيبهم، هحارب معاهم باي سلاح ايدي هطوله لحد ما اخسرك كل اللي حواليك. ساعتها بس هرتاح. في ايه يا نبيل؟ ايه اللي حصل؟ سيبيني لوحدي يا عفاف. ايه يا نبيل؟ طب فين؟ سيبيني لوحدي. ايه الشهادة اللي انت بتقوليه ده؟